نشرة التاسعة مساء من القاهرة الإخبارية. هنا القاهرة عاصمة الخبر، التاسعة مساء نشرة إخبارية جديدة. بداية هذه النشرة بأبرز عناوينها: زيلينسكي يطالب بإمداد كييف بمزيد من الأسلحة بشكل فوري واتخاذ خطوات حاسمة ضد روسيا. بالتزامن مع مناورات جوية بين روسيا وبيلاروسيا، لافروف يصل مينسك لبحث التعاون العسكري. والمبعوث الأممي لليمن يكشف عن تحركات إيجابية باتجاه تسوية الأزمة. بداية جولتنا الإخبارية مع تطورات الأوضاع في أوكرانيا. طالب الرئيس الأوكراني الحلفاء بإمداد كييف بمزيد من الأسلحة بشكل فوري. وخلال كلمة أمام منتدى ديفوس، أكد زيلينسكي ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد روسيا. الإمدادات الغربية من الدبابات ووحدات الدفاع الجوي يجب أن تأتي بسرعة أكبر إلى أوكرانيا وأن يتم تسليمها بشكل أسرع من قدرة روسيا على شن هجمات. موسكو ربحت موقعاً في قائمة الإرهاب، ولكن عليها أن تنسحب من أراضينا التي احتلتها. هذا وحذر الرئيس البولندي أندري دودا من أن روسيا تستعد لشن هجوم جديد في أوكرانيا في غضون أشهر. وفي تصريحات إلى منتدى ديفوس، شدد الرئيس البولندي على ضرورة تقديم دعم إضافي إلى كييف من الدبابات والصواريخ الحديثة. هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يان ستولتنبرغ أنه يجب تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. وأشار ستولتنبرغ إلى أن هذا الدعم هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سلمي عن طريق التفاوض مع روسيا، مؤكدا أن كييف تحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبدي أي استعداد للسلام. ودعا نائب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ميريسيا جيوانا إلى الاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا. وفي كلمته خلال افتتاح جلسة اللجنة العسكرية للناتو في بروكسل، أشار جيوانا إلى أن الناتو يواصل تطوير خطط جديدة للدفاع عن دول الحلف في جميع المجالات الاستراتيجية. هذا وتجتمع اللجنة العسكرية اليوم وغدا لبحث استدامة الدعم العسكري الغربي المقدم إلى أوكرانيا. أكد المستشار الألماني أولاف تشولز أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب إفشال العمليات العسكرية الروسية
الموجهة ضدها. وقال شولتز إن ألمانيا تمكنت من تأمين إمداداتها للطاقة خلال الشتاء الحالي بعدما كانت تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية. أطلقت القوات الأوكرانية قذائف من مدافع هاوتسرز جراب البولندية بمنطقة دونياسك شرقي البلاد. وقال لواء المدفعية الذي يقود مدافع الهاوتسر إنهم استهدفوا قوات روسية هاجمت مواقع أوكرانية. كانت بولندا أعلنت أنها قدمت لأوكرانيا 18 مدفع هاوتسر ذاتية الدفع في مايو الماضي، ويبلغ المدى الأقصى لإطلاق النار لهذه المدافع 40 كيلومتر. أكد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل دعمه تزويد الغرب لأوكرانيا بمزيد من الأسلحة في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وشدد ميشيل على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي العسكري لكييف. الأوكرانيون يقاومون وسيواصلون المقاومة، والاتحاد الأوروبي سيواصل دعمهم طالما استغرق الأمر. سنواصل دعمنا العسكري بفضل زيادة مرفق السلام الأوروبي المتمثل في صندوق الأمن التابع للتكتل. لقد حان الوقت الآن، أوكرانيا في حاجة ماسة إلى مزيد من المعدات، وأنا شخصياً أؤيد تزويدها بالدبابات. تتزايد الضغوط الغربية على برلين من أجل السماح باستلام كييف لدبابات ليوبارد ألمانية الصنع. هذا وتأمل أوكرانيا أن تساهم هذه الدبابات في التصدي للهجمات الروسية، وذلك تزامنا مع تعهد هولندا أيضا بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية. في خطوة جديدة على طريق الدعم العسكري المقدم إليها، تقترب أوكرانيا من نيل موافقة ألمانيا على حيازة دباباتها القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية. فيما حصل بالفعل على تعهد بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية في الوقت الذي يستعد فيه حلفاؤها للانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب. وتعد دبابات ليوبارد 2 الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة واحدة من أفضل المجنزرات في الغرب، وتزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا ومزودة بمدفع عيار 120 مليمترا، ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات. بينما تعتمد كييف بشكل أساسي على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية من طراز T-72، فالدبابات الجديدة ستمنح قواتها البرية قدرة أكبر على الحركة والحماية قبل هجوم روسي كبير متوقع، بالإضافة إلى مساعدتها على استعادة السيطرة على بعض أراضيها. وبينما تعد ألمانيا من أشد المعارضين لتزويد أوكرانيا بالدبابات، لكن وزيرا في الحكومة قال إن هذه القضية ستكون الأولى التي يبت فيها وزير الدفاع الجديد بوريوس بيستوريوس. وخلال زيارة له إلى واشنطن، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه يتعين على الحلفاء تكثيف دعمهم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها على السيطرة على الخطوط الأمامية المستعصية. وفي لقاء له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روت إن بلاده تخطط لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الصنع باتريوت، وهو ما تعهدت به الولايات المتحدة وألمانيا أيضا. وللقراءة في آخر المستجدات بشأن الأزمة الأوكرانية نتحول الآن مباشرة إلى آية لطفي للمزيد. آية، شكرا ياسر ومنى، وأهلا بحضراتكم. الآن المزيد من المتابعة والنقاش، ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل حسين عمر الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ حسين، أهلا وسهلا بك معنا. الأمين العام لحلف الناتو يقول إن هذه المرحلة حاسمة من الحرب، والمشاورات مستمرة بشأن تزويد كييف بهذه الدبابات، ومن ناحية أخرى أيضا كييف تقول إن هذه الدبابات
كرواتيا ما تحتاجه في هذه المرحلة. كذلك زيلينسكي يطالب وينادي، إلى هذه الدرجة ستحدث هذه الدبابات فارقا في ساحة المعركة؟ مساء الخير إليك ولضيوف المشاهدين الكرام. لا أعتقد أن هناك أي فرق في سيحدث أي فرق في تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة وخاصة الدبابات. لدى أوكرانيا دبابات تقاتل بها منذ أكثر من سنة وحتى هذه اللحظة، وروسيا ليست مستعجلة باعتقادي. روسيا ببداية هجومها على أوكرانيا وصلت إلى مشارف كييف لكنها تراجعت بعد ذلك. صحيح أنها تكبدت خسائر كبيرة، لكن الانسحابات التي حصلت حتى هذه اللحظة لم تكن بفضل الأسلحة التي زودتها الدول الغربية لأوكرانيا، وإنما بسبب وضع تكتيكات عسكرية جديدة من قبل القيادة العسكرية الروسية. لذلك أعتقد مهما حاولت الدول الغربية تزويد أوكرانيا والضجيج الذي يحاولون أن يلفوا به هذه الزيادات لن يحدث أي فرق على أرض الواقع، إلا إذا شاركت قوات غربية بشكل مباشر إلى جانب القوات الأوكرانية في المعارك. ولكن سيد حسين، إذا كانت هذه الدبابات لن تحدث هذا الفارق، إذا كانت هذه الدبابات لن تحدث هذا الفارق كما تقول، لماذا كانت ألمانيا متخوفة طوال الوقت من اتخاذ هذه الخطوة وتعتبر أنها تصعيد تجاه روسيا فلا تقدم عليها؟ أعتقد بأنها مسألة دبلوماسية أكثر مما أنها مسألة عسكرية. يعني زودت الدول الغربية ما تستطيع، وما حتى هذه اللحظة بصواريخ أرض جو، صواريخ أرض أرض إلى آخره، يعني حتى مجنزرات، الكثير من الأسلحة اللازمة لأوكرانيا. لكن هناك استعصاء داخل القيادة العسكرية الأوكرانية أيضا على أرض الواقع. بالرغم من هذا الدعم الكبير وبالرغم من الأموال التي تذهب إلى أوكرانيا، ما زالت أوكرانيا تعاني حتى من ناحية الفساد الإداري والفساد يعني الموجود داخل إدارة أوكرانيا. هناك تخوف أن هذه الأموال سيتم تهريبها، وهذه الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، هناك بعض الوسائل الإعلام الأوروبية تتحدث، الغربية تتحدث من الممكن أن تباع هذه الأسلحة في السوق السوداء. هذا من جهة. من جهة ثانية، ألمانيا تدرك خطورة مواجهة روسيا وجها لوجه. إذا استمرت الدول الغربية بالدفع بأسلحة ثقيلة جدا كدبابات إلى أوكرانيا، يجب أن تشارك قوات فعلا الألمانية بتسيير هذه الدبابات بقيادة هذه الدبابات. طيب سيد حسين، أنت ذكرت منذ قليل أن كل هذا لن يحدث فارقا، ولن يحدث الفارق إلا بتدخل قوات الناتو بشكل مباشر في هذه الحرب. هل ترى أن أصلا هذا صحيح. أمر مطروح؟ هل تقدم الناتو على مثل هذه الخطوة؟ إذا استمرت المعارك بهذا الشكل، هناك في هذه الأيام هناك تحشيد قوي جدا من قبل الناتو، هناك توافق داخل الناتو، ولأول مرة منذ أكثر من عشرات السنين يتوافق قيادات الدول المنضمة للناتو في مواجهة دولة ما وخاصة روسيا. حتى في عهد الاتحاد السوفيتي لم يكن هذا التوافق موجودا. لذلك لا استبعد في الأيام القادمة أو في إذا استمرت المعارك بشكل يعني زادت عن أشهر أو سنة، أعتقد بأن الناتو حينها سيضطر أن يتدخل بشكل مباشر، لأن أوكرانيا بقيادتها الحالية وبجيشها لن يستطيع تحقيق فارق عسكري على أرض. ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن أن يكون خيار تدخل الناتو عسكريا مطروح أصلا، ويعني هو لا يأمن أبدا ردود الفعل الروسية؟ يعني كنا نتوقع بأن روسيا لن تقبل بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، بصواريخ جو جو، بهددت روسيا كثيرا. لكن الآن كل أنواع الأسلحة تذهب إلى أوكرانيا وروسيا لم تتحرك ساكنا. لذلك أعتقد بأن روسيا حتى لو تدخلت الناتو
روسيا لن يكون لها في المجال العسكري غير ما تقوم به حاليا. ستواجه قوات الناتو، وهذا ما تخطط له روسيا حاليا باعتقادي. روسيا عندما بدأت بمهاجمة أوكرانيا هاجمت لكي تتواجه مع الناتو باعتقادي، لذلك هي تتحين الفرصة أن يتدخل الناتو مباشرة ويكون هناك صراع روسي غربي بشكل عام، يعني بين روسيا وحلف الناتو من جهة أخرى، كما حقيقة الصراع هو كذلك الآن، لكن بشكل ظاهر هناك قوات أمريكية وقوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا، كما هو معروف بتدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة. هذه الأسلحة لا ليست، ولكن أرى من حديثك أستاذ حسين ومن حديث أيضا الرؤساء والزعماء أن خيار المفاوضات لم يعد مطروحا، هذا الخيار والخيار السلمي والدبلوماسي لم يعد مطروحا ومقبولا إلى هذه الدرجة؟ أعتقد منذ بداية الاجتياح الروسي، لو عرف أو أدرك بوتين بأن الخيار الدبلوماسي مفتوح لما بدأ بالهجوم، لذلك منذ لحظة بدء بوتين بالهجوم على أوكرانيا بالتدخل العسكري في الأراضي الأوكرانية، كان يترك بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو لن يتركوا للقيادة الأوكرانية أي مجال أن تتفاوض مع روسيا. ستبقى هذه المعارك مشتعلة، هذه الحرب مشتعلة لآخر جندي أوكراني، لأن الولايات المتحدة لا تخسر شيء. إذن ستبقى المعارك مشتعلة ولا مجال للتفاوض، ربما هذا عنوان هذه المرحلة الحالية في هذه الحرب. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي من بروكسل حسين عمر الباحث في العلاقات الدولية، شكرا على هذه الرؤية وهذا التحليل. أعود مرة أخرى إلى ياسر ومنى لاستكمال ملفات هذه النشرة. ونحن نشكرك أنت أيضا آية، سنعود إليك في ملفات أخرى للتدقيق فيها. في الانتظار. أكدت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة سول الواقعة قرب سوليدار، مضيفة أن القوات الروسية قتلت أكثر من 300 جندي أوكراني على 4 محاور أساسية في دونباس. وأوضحت الدفاع الروسية أنها دمرت عددا من العربات المدرعة والمركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر وراجمة صواريخ، كما نجحت في إحباط محاولات أوكرانية للهجوم على مواقع روسية جنوب دونيتسك. كان حاكم دونيتسك دينيس بوشلين الموالي لروسيا أعلن إحراز تقدم وتحسين الوضع العسكري للقوات في اتجاه مدينة أفديفكا. وقال بوشلين إن محطة السكك الحديدية سول أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي. منتشيا بسيطرته على بلدة سوليدار ومقتربا من خطته لاقتناص مدينة باخموت الاستراتيجية، يواصل الجيش الروسي تقدمه في مدينة أفديفكا بإقليم دونباس شرقا. القائم بأعمال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين أكد إحراز تقدم وتحسن في الوضع العسكري للقوات الروسية في اتجاه أفديفكا. وقوع أفديفكا الكائنة على مسافة 13 كيلومترا فقط عن دونيتسك تحت السيطرة الروسية يعني تطويق محور سوليدار بالكامل. من خلال إحكام الخناق على قوات أوكرانيا وقطع الاتصالات والإمدادات بين سيفرسك وباخموت، وتريد روسيا أن تترجم التغييرات التي طرأت على قيادتها العسكرية الأيام الماضية إلى نجاحات فعلية على الأرض من خلال السيطرة على أفديفكا وباخموت لاحقا، ومحاصرة أوكرانيا من الجنوب إلى الشرق لضمان تأمين خطوط إمداد لوجستية للجيش الروسي. التقدم الروسي نحو أفديفكا دفع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إطلاق استغاثة عاجلة للغرب للإسراع في إرسال الأسلحة، بعدما تكبدت بلاده الساعات الأخيرة خسائر فادحة في دونباس، وبعد أن شنت موسكو أكثر من 70 هجوما صاروخيا على محيط باخموت. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية انسحبت من مدينة سوليدار في دونباس
تاركة السيطرة للجيش الروسي. ورجحت الوزارة أن يكون الجيش الأوكراني أقام خطوطا دفاعية جديدة إلى جهة الغرب، وقالت لندن إن القوات الأوكرانية مستمرة في الدفاع عن مدينة باخموت القريبة من سوليدار، لكنها أشارت إلى أن أحد خطي الإمداد الرئيسيين للجيش الأوكراني في باخموت يتعرض حاليا لضغط متزايد. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوة الصناعية العسكرية لبلاده تجعل انتصارها في أوكرانيا أمرا حتميا. وأشار بوتين إلى أن شركات الأسلحة الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاجها ليعادل باقي دول العالم وثلاثة أضعاف إنتاج الولايات المتحدة. وخلال زيارته أحد المصانع في سان بطرسبرغ، أوضح بوتين أن إنتاج المعدات العسكرية يرتفع حتى مع تزايد الطلب عليها بسبب العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية العسكرية في أوكرانيا هو إنهاء المعاناة في دونباس، مؤكدا أنه لا بديل عن تحقيق النصر في أوكرانيا. واعتبر الرئيس الروسي أن غرور قادة أوكرانيا حال دون إنهاء الأزمة بشكل سلمي. نسعى من وراء عملياتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى إنهاء المعاناة في إقليم دونباس، هذا الإقليم الذي لم يتوقف القتال فيه منذ عام 2014. يمكنني أن أؤكد أن الأزمة مع أوكرانيا كان يمكن حلها سلميا، لكن غرور قادتها كان كبيرا وأفشل أي محاولات للحل. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال إن الحكومة عينت قائد الشرطة إيهور كيلميكو وزيرا للداخلية بالإنابة. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من مقتل الوزير السابق في حادث تحطم مروحية قرب كييف، وقال إن كيلميكو عين رسميا في منصب نائب وزير الداخلية لكنه سيقوم بمسؤوليات الوزير. وكانت الشرطة الأوكرانية أعلنت مصرع 18 شخصا بينهم وزير الداخلية دينيس مونستريسكي ومسؤولون كبار آخرون في الوزارة إثر تحطم طائرة مروحية قرب كييف. وقال حاكم منطقة كييف إن من بين القتلى طفلين على الأقل، فيما أصيب 25 شخصا في الحادث بينهم 10 أطفال. هذا وقد قال وزير الداخلية بالإنابة إيهور كليمينكو إن سبب سقوط الطائرة التي كانت تقل قادة وزارات الداخلية لم يتضح بعد. وأوضح كليمينكو أن هناك تحقيقا فتح في الحادث حتى يتم الوصول إلى أسبابه. ما نعرفه في الوقت الحالي أن المروحية سقطت على الأرض بين روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري، وكان على متن المروحية التابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ 9 أشخاص من بينهم قادة وزارة الداخلية، كما أن 22 شخصا في المستشفى يتلقون العلاج بينهم 10 أطفال. هذا ووصف وزير الدفاع البريطاني بن والس تحطم المروحية الأوكرانية التي كان على متنها قادة وزارة الداخلية بالحادث المأساوي. وأكد والس دعم لندن الكامل لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مشيرا إلى عزم المملكة المتحدة والدول الحليفة تكثيف المساعدات والتدريب للقوات الأوكرانية. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشأن مقتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونستريسكي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن مونستريسكي كان صديقا لأوروبا.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث يعقد غدا الخميس الاجتماع المشترك السنوي مع مجموعات وزارتي خارجية البلدين. وأشار لافروف إلى أنه سيتم مناقشة مشاكل النظام العالمي والعلاقات مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأوضح أن هذا الاجتماع كان من المقرر عقده ديسمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب وفاة وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. واصلت روسيا وبيلاروسيا تدريباتهما الجوية المشتركة على أراضي الأخيرة. وذكر بيان رسمي بيلاروسي أن التدريبات التي ستستمر حتى الأول من فبراير ستشمل تدريبات على الاستطلاع الجوي وإبعاد الضربات الجوية، فيما أثارت تلك التدريبات مخاوف في كييف والغرب من أن تستخدم روسيا حليفها لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا. ومن جديد نتحول إلى الزميلة آية لطفي لمزيد من المتابعة والتحليل حول زيارة لافروف إلى بيلاروسيا والتدريبات المشتركة بين موسكو ومينسك. إليك آية. شكراً منى وياسر، أهلاً بحضراتكم من جديد. الآن للمزيد ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، بعد تحية، زيارة لافروف تأتي بالتزامن مع هذا القلق الكبير جراء هذه التدريبات العسكرية الموسعة بين موسكو ومينسك، هل هذا يوحي بدور أكبر للحليف البيلاروسي في هذه الحرب؟ نعم آية، بعد التحية، بالفعل زيارة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البيلاروسية غدا لبحث عدة أمور تخص العلاقات بين البلدين. كما تحدثت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كما أيضا زيارة لافروف إلى مينسك تأتي كتأكيد روسي بأن موسكو لديها حليف أساسي وهو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا، وبيلاروسيا هي دولة حليفة لروسيا. والحديث الذي أطلقه اليوم لافروف حول أن موسكو تعمل على إنشاء عالم متعدد الأقطاب وأن الولايات المتحدة تهيمن على العالم وتقاوم إنشاء عالم متعدد الأقطاب وهي تريد فقط الإبقاء على عالم ذات قطب واحد وهو القطب الأمريكي، يؤكد أن زيارة لافروف إلى مينسك هي للرد الروسي على ما تقوم به الولايات المتحدة وما يقوم به الغرب من خطوات عدائية كما تصفها السلطات الروسية تجاه روسيا وتجاه بيلاروسيا أيضا، وأيضا التمدد الذي يقوم به حلف الناتو وتقديم المساعدات العسكرية. لماذا سيتمثل بهذا الرد حسين؟ سمح، بالنسبة للرد الروسي وأيضا من بيلاروسيا والزيارة لوزير الخارجية إلى بيلاروسيا عشية التدريبات والمناورات العسكرية التي تجري في بيلاروسيا حتى الأول من فبراير المقبل، هي رد بشكل حتمي وهي رد مناسب على ما يقوم به الغرب وما يقوم به حلف الناتو. التقارير والأنباء تتحدث عن إمكانية دخول بيلاروسيا النزاع الروسي الأوكراني، لكن الخبراء يؤكدون على أن هذا الدخول أو إمكانية الدخول مستبعدة في الوقت الحالي، نظرا إلى أن المؤشرات الحالية وبالرغم من تمدد الناتو وتقديم الناتو ومواصلته تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني تدفع بيلاروسيا إلى الدخول في النزاع الروسي الأوكراني، نظرا إلى أن بيلاروسيا تعتبر الحليف الأساسي لموسكو، لكن الخبراء يستبعدون هذا الأمر في الوقت الحالي. روسيا بالتأكيد تجري تدريبات لقواتها في بيلاروسيا وتدريبات كما وصفتها، ولكن متى يمكن أن تتخذ موسكو هذه الخطوة؟ روسيا متى يمكن أن تتخذ موسكو هذه الخطوة وتشرك بيلاروسيا بشكل عسكري في هذه الحرب؟
بطبيعة الحال في حال أصبح الوضع أكثر متوترا وأكثر خطيرا أو أكثر خطورة يمكن لبيلاروسيا أن تدخل النزاع الروسي الأوكراني. أيضا في حال دخلت أي من الدول العضو في الناتو في حال دخلت النزاع إلى جانب القوات الأوكرانية أيضا يمكن لبيلاروسيا أن تدخل في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وما يتم الحديث عنه من قبل السلطات البيلاروسية بأن الوضع على الحدود هو وضع صعب جدا للغاية وأن بيلاروسيا لديها القدرة على صد أي عدوان أوكراني أو أي استفزاز أوكراني أيضا يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث أي اشتباك مباشر بين بيلاروسيا وأوكرانيا. الوضع بشكل خاص والوضع على الحدود البيلاروسية الأوكرانية هو خطير جدا. في بعض الأوقات تتحدث السلطات البيلاروسية عن إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أوكرانية على الحدود البيلاروسية الأوكرانية. لا أحد يعلم ما هي السيناريوهات المقبلة وما هي وكيف ستكون الأشهر المقبلة. الجميع يترقب ماذا سيحدث في العالم وخصوصا في الأراضي الروسية البيلاروسية الأوكرانية. الغرب يتخذ خطوات تصعيدية، خطوات غير مدروسة تجاه موسكو، وأيضا موسكو تحذر من أنها سترد بشكل مناسب والرد سيكون رد حاسم ورد مناسب على ما يقوم به الغرب. أيضا توعد من قبل بيلاروسيا بالرد على الغرب وتحديدا على حلف الناتو وما يقوم به الحلف من خطوات عدائية تجاه موسكو وتجاه مينسك. الخبراء هنا والمراقبين الجميع يترقب الأشهر والأسابيع المقبلة. لا أحد يعلم ما هي السيناريوهات المقبلة وتحديدا لا أحد يعلم ماذا يخطط أو لماذا يخطط بوتين. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من موسكو، شكرا لك على هذه التفاصيل وهذه المعلومات. أعود مرة أخرى إلى ياسر ومنى لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. شكرا لك يا آية. كشفت تقارير إعلامية تراجع وزارة العدل الأمريكية عن قرار ينص على أن يراقب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية بحث محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وثائق سرية في منزله. أوضحت التقارير أن التراجع جاء لتجنب تعقيد المراحل اللاحقة من التحقيق، لا سيما في ضوء تعاون محامي بايدن مع الوزارة وتسليمهم الدفعة الأولى من الوثائق بشكل سريع، فيما اتهم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة العدل بازدواجية المعايير في المعاملة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. محاكمة 13 شخصا في فرنسا بتهم التحضير لأعمال إرهابية. أهلا بكم من جديد. استضافت أبو ظبي لقاء القمة التشاوري الأخوي الذي دعا إليه رئيس الإمارات محمد بن زايد نهيان، وضم اللقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر تميم بن حمد الثاني. وأكد القادة أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين بلدانهم وعلى المستوى العربي هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل. كما أكد القادة رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ إن هناك خطوات إيجابية تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بتسوية الأوضاع في البلاد. وخلال مشاركته في منتدى ديفوس قال جروندبرغ إنه رغم هذه الخطوات فإن الأزمة اليمنية لم تنتهي بعد.
خلال الأشهر الأخيرة القليلة أحرزنا تطورات أو تقدما إيجابية. وظهر التغيير منذ منتصف العام الماضي، لكن لا يجب أن يخل إلينا أن الموضوع قد انتهى، لكن الخطوات التي أحرزناها كانت إيجابية، خطوات إلى الأمام. خلال الأشهر الأخيرة انخفض صوت السلاح، لكن طبعا إذا لم تنتهي المشكلة بعد، لكننا نذهب في الاتجاه القويم. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن اليمن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشار فرحان خلال مشاركته في منتدى ديفوس إن على الأطراف اليمنية أن تتعاون لإنجاز هذا الأمر تمهيدا لتسوية سياسية. يجب أن نمضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. الأمور غير واضحة حاليا، وهناك العديد من العقبات التي تعترض سبيلنا، لكن لو تمكننا من إقناع الحوثيين وحكومة اليمن، لو تمكننا من إقناعهم بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، فهذا سيفتح الباب أمام التقدم السياسي. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن المشكلات الإقليمية تؤثر على الوضع الأمني داخل بلاده. وخلال مشاركته في منتدى ديفوس طالب حسين بمزيد من الحوار من أجل إقرار الأمن الإقليمي. هناك مشاكل أمنية داخل العراق، وهناك مشاكل أمنية على المستوى الإقليمي وتؤثر الداخل على الداخل العراقي. نحن نعرف أن ثلث الأراضي العراقية خضعت لعملية احتلال في مرحلة من المراحل، وكان ذلك يهدد ليس فقط العراق بل المنطقة ككل والأمن الدولي. نحتاج إلى أمن إقليمي، وتحقيقا لهذه الغاية لابد من حوار، إنه السبيل الوحيد لتحقيق هذا الأمن الإقليمي. العراق كانت ولا تزال تطلع بهذا الدور، فبلادنا تحاول أن تجمع الجميع، ونحن سعيدون بالاطلاع بهذا الدور. وإلى مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه. وأضاف في مؤتمر صحفي أن زيادة سعر التوريد جاءت بعد لقاء الرئيس المصري بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين. أشار رئيس الوزراء المصري إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى 53 مليار و800 مليون دولار. 1250 جنيه للأردب، وده رقم يعتبر رقم يعني رقم مجزي طبعا، بنقارن بالسنة اللي فاتت كان إجمالي قيمة الأردب اللي يعني مع الحافز اللي كان مصروف كان حوالي 880 جنيه للأردب، فبالتالي احنا كده بنتكلم النهاردة على 1250 جنيه للأردب القمح، وده شيء مهم جدا مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح، وإن كل دورنا إن شاء الله الفترة الجاية هو دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري. ويمكن عشان كده يعني الحقيقة أنا وجهت في اجتماع سابق هذا الأسبوع السادة وزراء الزراعة ووزراء التموين والري إن احنا يعني هنبدأ إن احنا ندعم عدد من السلع الاستراتيجية المهمة جدا اللي احنا عايزين نحقق فيها يعني تقليل للفجوة الاستيرادية، وعلى الأخص السلع أو المنتجات الزراعية اللي داخلة في الزيوت الطعام.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن اجتماع مجلس الوزراء ينعقد في سياقه الطبيعي، أشار إلى وجود قضايا أساسية تحتاج إلى تدخل حكومي في ظل مطالب اللبنانيين التي لا تنتظر الرهانات السياسية على حد تعبيره. وقال ميقاتي إن الحكومة الحالية من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال ليست مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، وطلب ميقاتي بسرعة إنجاز هذا الاستحقاق بأقصى سرعة ممكنة لتنظيم عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. المجلس الوزراء لما يجتمع مش عم يجتمع لا للمناكفة ولا لنزيد من الشرخ في السياسة اللبنانية، نحن عم نجتمع للخدمة، خدمة هالمواطن بكل ما الكلمة من معنى. نحن ما عم نجي نأمن شيء لفريق ضد فريق إلا ما نكون كلياتنا سوا، وأنا حريص على وحدة مجلس وزراء وعلى مجلس وزراء ونعقد. وبحب أقول إنه كانت الأجواء جدا مريحة وكنا متعاونين جدا خلال الجلسة، ولدرجة إنه نحن تعاوننا كلياتنا كاملة كانت إلا ما نتطرق. عنا مجلس عنا جدول أعمال موسع، ولكن كل الوزراء كنا متضامنين إنه نحن أي شخص أو أي وزير بده ينسحب من الجلسة لأي سبب كان، كأنه نحن كلياتنا منسحبين من مجلس الوزراء. ولفت ميقاتي إلى أن جلسة اليوم لم تصل إلى حل كامل لملف الكهرباء. هذا وأعلن الموافقة على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى من النفط وإعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل النفط. اليوم موضوع الكهرباء موضوع ذات أهمية كتير كبيرة، هي هالموضوع الكهرباء موضوع زيادة ساعات الكهرباء، وأنا بعتقد إذا توصلنا ونجحنا لحل موضوع الكهرباء اللي هو ما الحل اليوم كاملا ولكن بداية الحل، إذا الحل كاملا بنكون حلينا أكثر من 50% من كل مشاكل اللبنانية. الكهرباء اليوم اللي وصلنا له هو الموافقة على أول وحدة، موافقة على السلفة 62 مليون دولار مما يتعلق بالشحن الأولى الموجودة، على شرط طلبنا من معالي وزير الطاقة أن يكون بالمفاوضة مع الشركة الموردة بأي غرامات ممكن أن تلحق لا تدفعها الخزينة اللبنانية، بل يفاوض لكي تكون على المورد. أما هذه أعطيت فورا، إضافة لذلك أعطي مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة، لأنه بدون الصيانة ما في إفادة من النفط الممكن يجي، لأنه نحن بحاجة لعملية صيانة وتشغيل لمعمل زهران ومعمل دير عمار. تبدأ غدا النقابات العمالية في فرنسا الاحتجاجات في الشوارع ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي من شأنه رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما. أفاد مراسلنا بأن عدة فيدراليات عمالية طلبت الفرنسيين بأهمية مشاركاتهم في الاحتجاجات المقررة في مارسيليا. وبدأت فرنسا في محاكمة أعضاء جماعة يمينية متطرفة في باريس بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة رسمية إلى شمال شرق فرنسا في نوفمبر 2018. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن 13 شخصا يزعم أنهم أرادوا مهاجمة كل من ماكرون والمهاجرين مثلوا أمام المحكمة بتهمة الانتماء الإجرامي للتحضير لأعمال إرهابية، فيما نفى محامو الدفاع التهم مؤكدين أن تهديدات الجماعة ليست جدية. اقتصاديا، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. هذا وتتوقع فيتش أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، ورجحت أن تصل نسبة خدمة الدين إلى أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال توفيق حكار رئيس التنفيذي لشركة سوناتراك إن الجزائر ستعزز إنتاجها من النفط المكافئ إلى 200 مليون طن هذا العام، وكشف عن توقيع سوناتراك اتفاقيات جديدة تتضمن إمدادات الكهرباء من شركة إيني الإيطالية خلال العام الجاري. قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة ستواصل الاستفادة من القطاعات غير التقليدية مثل الترفيه والرياضات الإلكترونية لتوفير فرص عمل، وتتضمن رؤية 2030 للسعودية نهجا اقتصاديا لخفض الاعتماد على النفط وتأسيس قطاعات جديدة مع الاستثمار في القطاعات القائمة. قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر إن الطلب على وقود الطائرات لم يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. أضاف أن الطلب على وقود الطائرات شهد تحسنا إلى حد ما ويبلغ حاليا حوالي 1 مليون برميل يوميا. نشرتنا انتهت، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. زيلينسكي يطالب بإمداد كييف بمزيد من الأسلحة بشكل فوري واتخاذ خطوات حاسمة ضد روسيا. وبالتزامن مع مناورات جوية بين روسيا وبيلاروسيا، لافروف يصل مينسك لبحث التعاون العسكري. المبعوث الأممي لليمن يكشف عن تحركات إيجابية باتجاه تسوية الأزمة. وللمزيد يمكنكم متابعة المزيد عبر القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية أيضا على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم مشاهدينا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. دوما نشكر لكم طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.